السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم شهيوات خدوجة. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشوفوا غادي نوجد معكم واحد طبق اللي هو الدجاج بواحد الصلصة حارة كتسمى البيري بيري. هاد الصلصة هي الأصل ديالها برتغالي، ولكن حنا اليوم غادي نبسطها لكم، ما غاديش نديرها لكم بديك الطريقة البرتغالية 100%، غادي نديرها لكم بطريقة مبسطة اللي موجوده اللي يقدروا يديروها كاع الناس في البيوت ديالهم ان شاء الله. اذا المقادير اللي كنحتاجوا ليها، عندنا الدجاج، الدجاج نقدروا نديروا الدجاجه صاينه ولا نقدروا نديروا اللي بغينا. انا فضلت انني ندير غير الفخيضات ديال الدجاج. عندي هنايا الزيت البلديه، عندي شويه ديال الهريسه، بزار، الملحه، العسل، الكيتشوب، عندي شويه ديال بزار حبوب، عصير حامض، شويه ديال الثومه مقطعه على هذا الشكل هذا، وعندي هنايا شويه ديال الزعتره. نقدروا نديروا اي نسمه بغينا، بغينا الزعتره، بغينا الازير، بغينا الزعتر، المهم نتوما باش بغيتوا تنسموها كديروا، كيبقى الاختيار ديالكم نتوما. المهم في هذا الشيء هذا هو الكيتشوب والحار والعسل باش كنخفوا ليها شويه من داك الحرور ديالها، ما كيبقاش داك ما كتبقاش ديك الهريسه مجهده بزاف. داكشي باش كنديروا العسل باش كينقص لينا شويه من داك الحار. نمشيو دابا باش نصايبوا هاد الماريناد هادي ولا الشرموله. غادي نجيبوا واحد الاناء باش كما كتشوفوا انا سوخرت المقادير هنايا باش نوريكم الطريقه باش نلقى فين نحط هاد البول هادي. اذا غنديروا دابا الكيتشوب. تقريبا عندي هنايا واحد 3 المعالق كبار ديال الكيتشوب. غندير الهريسه كتبقى على حساب الذوق. عصير الحامض، ثومه هنا عندي انايا 3 دريسات، واحد شويه ديال البزار، الا كان عندكم حتى القزبر حبوب، قزبر يابس حبوب حتى هو تقدروا ديروه. الزعتره، ندير شويه ديال الملحه، شويه البزار. البزار ما نكثروش بزاف حيت راه حنا دايرين الهريسه. هنا تقريبا غنديروا القياس ديال واحد معلقه كبيره. نديرو الزيت البلدية تقريبا واحد جوج ولا 3 المعالقات، صافي نخلطو كلشي. صافي دابا غادي ندير داك الدجاج، غادي نحطو، غادي نخليه يتشرمل مزيان. صافي انا غادي نخليه دابا، نخليه تقريبا واحد ساعتين، ساعه ونص ولا ساعتين على حساب، باش يشرب لينا مزيان هذيك العطريه، هاد الشرموله اللي درنا فيه حتى يشربها مزيان، عاد كنديروه في الطبق اللي غندخلوه فيه الفران. صافي دابا من بعد ما خليته شويه كما قلت لكم واحد ساعه ونص ولا ساعتين، غادي نجيبو ديك الطاوله اللي غادي نديرو فيها باش ندخلو الفران. صافي غادي نبدا نحطو. صافي كنستو بحال هكا، وهاديك السويصه كنخويها عليه. صافي انا دابا سخنت الفران،
سخنت الفران على درجة حرارة 160 ولا 170. صافي غادي نجيب دابا شوية بابي كويسون بحال هكا نحطو فوق منه، وغادي نجيب الألمنيوم باش نغطيه وندخلو الفران. غادي نخليه تقريبا واحد 40 دقيقة حتى 50 دقيقة، وكنمشي باش نعري عليه باش نشوفو واش طاب. ملي كيبان ليا طاب كنخليه يتحمر واحد شويه، كنعري عليه وكنخليه يتحمر واحد شويه صافي، وكيكون واجد. غادي نديرو انا دابا في الفران وغادي نمشي باش نوريكم باش غادي نرافقو. ده هنا كيف ما كتشوفوا انا غادي نرافق هذا الدجاج هذا اللي درت، غنرافقه بواحد شويه ديال الخضره في صوتي اولا مشحره. كناخذ جوج ديال الخيزويات وجوج ديال القرعات وشويه ديال اللوبيا، انا سلقتهم شويه ديال الماء والملحه. كنزيد عليهم دابا، غنزيد عليهم الربيع والثومه شويه الملحه والبزار وزيت البلديه، وغادي نرافقهم بواحد الحاجه اخرى اللي هي لا بيغي طاطا اللي كتشوفوا انا راه شديتها سلقتها في الماء ودوزتها في طحانه ديال المطيشه حتى كتولي على هذا الشكل هذا، كتولي بيغي صافي. وغادي نزيد عليها الحليب وغادي نزيد عليها الزبده ومليحه وشويه ديال البزار. اول حاجه غنبدا بها هي هاد لا بيغي. انا شعلت عليها البوطه، غادي نزيد عليها دابا تقريبا واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه كبيره. غنخليها تذوب واحد شويه، عاد نبدا نزيد الحليب شويه بشويه. اللي بغى يدير فيها الكريم فريش راه كيدير فيها الكريم فريش، انا درت الحليب غير باش تكون في متناول الجميع، يعني كلشي يقدر يديرها، ماشي يقول لك لا راه ما عنديش مثلا لا كريم ما غنديرهاش ولا شي حاجه. الحليب راه كيكون موجود في زعما عند كلشي. انا دابا غادي نزيد شويه ديال الحليب، وغادي ندير شويه الملح وشويه ديال البزار. الملحه كنديرو غير شويه حيت انا ملي كنسلقها راه كندير فيها الملحه. هاد البيوري راه غنديرها بالنسبه زعما للناس اللي وليداتهم ما كيبغوش ياكلوا يوم الخضره ولا شي حاجه، وتا بالنسبه لي بيبي. هادي تقريبا هي الطريقه اللي كتصايبوا بها البيوري باش تعطيوها لوليداتكم. انا غادي نزيد شويه مازال ديال الحليب، اللي كيبغي يزيد ينسمها كيدير فيها شويه ديال الكوزه ولا شويه الفرماج مربعات اولا الفرماج حمر محكوك، المهم كل واحد اشنو كيبغي يزيد فيها. انا غادي نخليها لكم طبيعيه. كنبقى نزيد فيها الحليب بشويه بشويه حتى كتوصل القياس اللي بغيت، خاصهاش تكون جاريه بزاف وما بغيتهاش تكون ثاني ثقيله. صافي بارك عليها، هذا هو الخياط اللي بغيتها انا، ما تكونش ثقيله بزاف وما تكونش خفيفه. صافي انا غادي نحطها جانبا وغادي نجيب المقله الاخرى اللي غادي ندير فيها هذيك الخضره تشحر. خليها تسخن واحد شويه وندير تقريبا واحد جوج معالق ولا ثلاثه ديال زيت العود. ندير فيهم واحد جوج دريسات ديال الثومه،
نخليها تسخن شويه عاد ندير فيها الخضره. دابا من بعد ما سخنات غندير هذيك الخضره كامله ونخلط كل شيء. غندير شويه الملح، شويه الزر، شويه ديال الربيع، ونخليها نخلطها بحال هكا ونخليها تشحر شويه. صافي غير كتسخن ماشي كتزيد طيب، هي ديجا راه مسلوقه يعني راه طايبه صافي، غير كن بحال كنسخنوها وكتشرب ديك العطريه اللي درنا فيها وديك الثومه والربيع صافي، وكنطفيو عليها. نشوف دابا نطلع على الدجاج فين وصل. صافي كيف ما شفتوا الدجاج ها هو كيفاش ولا من بعد ما خرجته انا دابا من الفران، ولا على هذا الشكل. انا راه مني داز 45 دقيقه عريت عليه وخليته يتحمر شويه. دابا غناخذ هذيك المريقه غادي نديرها بحال هكا هنايا في واحد الكسرونه، وغادي نشعل عليها شويه في البوطه حتى تختار هي، باش غادي نصوصي بها الدجاج هذا ملي نديرو في الطبسيل. وهذا كيف ما كتشوفوا معنا هو الطبق النهائي ديال الدجاج او لابولي البيري بيري بالصلصه الحاره اللي درت لكم اليوم، كيجي على هذا الشكل. وهذه لابوري اللي صايبنا حطيناها ابار بحال هكا، وهذه الخضره اللي درناها مصوطيه ليغوم صوطي اللي درنا، وديك السويصه مني اختارت انا درت واحد شويه هنايا ودرت شويه فوق الدجاج. اذا كيجي الطبق ديالنا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. مهم طالعه منه واحد الريحه صراحه زوينه. غتقولوا لي دائما كنشكر لكم الاطباق ديالي، ولكن اللي جربها راه غادي يعرف وغادي يذوق وغادي يحس بالمذاق اللي كنهضر ليه عليه. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الاخبار، وكيف ما كنقول لكم دائما الى عجبكم الفيديو تابوناو معايا وديروا لايك وبارطاجيو الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله.